والصلاة والسلام على رسول الله. الكتاب بإذن الله اسمه جناية النسوية. هذا الكتاب يختلف عن كل كتاب ألف في نفس التخصص عن غيره. لماذا؟ لأن هذا الكتاب يحتوي على تأصيل تاريخي وفكري، وأيضا يحتوي على تحليل للنتائج التي ظهرت الآن، النتائج المعاصرة. هذا الكتاب هو ترجمة لعدة كتب، يعني هو نستطيع أن نقول أنه بحث مجمع للشيخ العصام البشير المراكشي. يعد يعني مهم جدا، خصوصا من ناحية تحليل النتائج التي ظهرت. يعني ربما السياقات التاريخية التي ولدت فيها النسوية والتحولات التي مرت بها والمراحل، هذا ربما لا يحتاجه الجميع. يعني ربما المتخصص في هذا الجانب فقط يحب أن يفهم، أو الذي يعني يرغب في زيادة معلومات لنفسه. لكن التحليل للنتائج التي أظهرتها النسوية في واقعنا اليوم، في مجتمعاتنا على الصعيد الأسري وعلى صعيد المرأة وعلى صعيد المجتمع عام، في مجال المهني وفي مجال الاقتصاد وفي مجال التعليم، تعد أمورا مهمة جدا، وعلينا أن نكون متيقظات لها وبها. هذا باختصار عن محتوى الكتاب. في الكتاب خمسة أبواب. الباب الأول يتحدث يعني كله أو أغلبه هو تأصيل لبعض نستطيع أن نقول التقعيدات النسوية، ففيه بعض التأصيلات. المحور الثاني يتحدث عن التاريخ والأصول، فنحن في المحور الثاني أغلبه يتحدث عن المراحل التي مرت بها النسوية، كيف أنها كانت مجرد حركة ثم تحولت بعد ذلك. طيب، من استغلها؟ ما هي الجذور لأفكارها؟ وما هي الروافد التي دخلت إليها؟ المحور الثالث يتكلم بشكل تفصيلي كبير جدا عن ما يسمى بفكرة الجندر، والحديث عن الأنثوية بشكل عام. وكل هذه المصطلحات بإذن الله سنتناولها يعني بشيء من الشرح، ربما الآن تظهر غير مفهومة لبعضكم أو غير مؤطرة، ولكن بإذن الله نتناولها معا. فالمحور الثالث يتحدث عن الفروق بين الجنسين وعن هذه الفكرة، يعني تحليل لفكرة الجندر بشكل دقيق. المحور الرابع يتحدث عن الأنثوية والأسرة، وهذا من أهم المحاور في نظري، الذي هم كل امرأة وكل أم، كون أنه يتحدث عن التأثيرات النسوية على صعيد الأسرة، على صعيد الأدوار النمطية التي يلعبها كل من الأب والأم على تربية الأطفال، على خصوصا يعني الأمهات اللاتي لديهن ذكور يربينهن. فالانتباه لهذا الباب أظنه مهم جدا، حتى يعني تحمي أطفالها وتحمي أسرتها من النتائج. المحور الخامس يتحدث عن الأنثوية وجسد المرأة، قضية تحرير جسد المرأة التي هي من مآلات الفكر النسوي. بإذن الله أيضا وضع لها بابا مخصصا منفردا للحديث عن يعني نستطيع أن نقول السقوط الأيديولوجي أو الانحطاط الفكري الذي آلت إليه الحركة النسوية بشكل عام، والذي يعني يعتبر انهيار. يعني غالبا الأفكار أو الحركات أو الأيديولوجيات بشكل عام عندما تقوم أو عندما تنهض أو عندما يعني تسير في بداياتها تكون في مجال البناء والتقدم والارتفاع، ولكن ما إن تنحدر وتسقط وتبدأ في هذا الانهيار وهذا الانحلال الأخلاقي والقيمي والإنساني حتى تقترب من النهاية. طيب، بسم الله. البداية، الحركة النسوية أو الحركة الأنثوية هي في الأصل اسم الكلمة فيمينيزم، هكذا في اللغة أو في اللغات الغربية، ولكن الترجمة بعضها ترجم للأنثوية وبعضها ترجمها للنسوية. متى ظهرت أو ما هي أصلاً في البداية؟ ما هي؟ هي حركة نضالية للدفاع عن حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. هذه كانت البداية، هي حركة نضالية. نحن عندما نقول حركة، هناك فرق ما بين الحركة وما بين الفكر أو المنهج أو الطريقة أو المذهب مثلا لدينا في الإسلام. حركة يعني شيء فيه دعوة لشيء واحد
محدد وبين، وأيضا الحركة تتسم بالطابع الثوري، فعندما نقول حركة فهذا يعني شباب ويعني ثورة ويعني قوة ويعني نضال، فمصطلح حركة يصطحب معه كل هذه المعاني. فنحن عندما نقول الحركة النسوية أي أننا أمام حراك إنساني لديه هدف واحد، ربما هذا الهدف ليس بعيد المدى بل يعني قريب المدى أو على الأقل طويل المدى، ولكن ليس هدف رسالي أمدي أو أبدي، فهي يعني شيء مؤقت محدود بإطار زمان ومكان. فهي في البداية كانت مجرد حركة نضالية تسعى لأن تكسب المرأة حقوق على الصعيد السياسي والاقتصادي. طيب طبعا بعد ذلك يأتي هنا السؤال، متى ظهرت هذه الحركة؟ هناك نقطة مهمة جدا نغفل عنها غالبا، وهي أن الحركة النسوية ظهرت بعد الثورة الفرنسية. تعلمون أن الثورة الفرنسية هي المحطة الأولى في أوروبا التي منها أو كانت هي نقطة البداية لظاهرة نقد الدين. فأوروبا كانت لديها دين وكانت تحترم هذا الدين، وكان هذا الدين له مكانة في قلوب الناس ومهابة. ثم ظهر ما يعرف بظاهرة نقد الدين في أوروبا، نقد الدين المسيحي المحرف. فظهرت أو قامت الثورة الفرنسية على هذا الأساس، ويعتبر ظاهرة نقد الدين من أهم المركزيات التي قامت عليها الثورة في فرنسا. فشاركت المرأة في فرنسا في هذه الثورة، وكانت لها يعني حراك شعبي وحراك ثوري يعني معترف به تاريخيا ومسجل وموثق، ولكن المرأة في الثورة الفرنسية لم تصل إلى المناصب السيادية أو لم تصل إلى أماكن صناعة القرار، فبقت المرأة مستبعدة. طيب يأتي هنا السؤال، لماذا المرأة بعد الثورة الفرنسية التي قامت من أجل أن تكسب الإنسان حقوقه؟ يعني أظن بأن الجميع يعرف لأن الثورة الفرنسية ما قامت إلا من أجل حقوق الإنسان، وأنه نتج عليها ما يعرف بوثيقة حقوق الإنسان. فطيب لماذا يتم استبعاد المرأة من هذه أو من أماكن صنع القرار أو من المناصب السيادية الحاكمة أو التي لديها سلطة بعد ذلك؟ يقول هنا يعني عدد من الفلاسفة والمؤرخون لهذه الظاهرة أن المرأة في أوروبا رغم أنها شاركت في الثورة الفرنسية إلا أنها كانت بطبعها تميل للتدين، فلم يكن هناك امرأة تجرؤ على أن تشارك في نقد الدين أو في إسقاط هيبة الدين من نفوس الناس. كانوا يعني يعترفون بوجود ظلم قائم من قبل الكنيسة على الشعب الفرنسي، ولكن هذا لا يعني أن الدين هو الذي يجب أن يسقط، وأن يعني رغم مشاركتهم في الثورة غير أنهم بقوا أو بقينا متمسكات بالقيم الأساسية بالمبادئ معينة، فلم تكن المرأة هناك فيها من الانحلال الذي يجعلها قادرة على أن تنقض الدين وتنسلخ منه. فرغم مشاركتهن كما قلنا في هذا الأمر إلا أن المرأة كانت كما يقولون هم محافظة، لهذا تم استبعادها من المناصب السيادية وأماكن صنع القرار، لأنها كانت يعني في تلك الفترة قد تصدرها الملاحدة عندهم من المفكرين وفلاسفة، فلم يكن يعني يرون أنها تشكل شيئا مهما، وأيضا أنها تشكل نوعا من العائق في ظل أنهم يريدون أن يجعلوا كل شيء مادي في تلك الفترة التي كان يعني يعبد فيها صنم التجربة وصنم العلم، وأي شيء له علاقة بالدين يعتبر هرطقة وتفاهة وشيء غير حسي. ففي ظل كل هذه الأشياء تم استبعاد المرأة. طبعا قلنا أنها كانت في القرن 18 والقرن 19 مجرد حركة، مع نهاية القرن 19 وبدايات القرن 20 أصبحت أيديولوجيا مؤطرة، أيديولوجيا قائمة كفكر بذاته. يعني نحن هنا انتقلنا من الحركة إلى الفكر. على ماذا كانت تقوم أو ما هي الأصول التي كانت قائمة عليها هذه الحركة أو هذه المدرسة الفكرية التي أصبحت الآن؟
الفلسفة الليبرالية، الاقتصاد الرأسمالي، والمساواة وحقوق الإنسان. كانت هذه الأبجديات الثلاثة هي أصول تقوم عليها أو يقوم عليها الفكر النسوي. الفلسفة الليبرالية أي الحرية بشكل عام ومنفتح ودون أي إطار. الرأسمالية في الجانب الاقتصادي تتبنى فكرة الرأسمالية وفكرة السوق الحر وما إلى ذلك. أيضا موضوع المساواة وحقوق الإنسان، فهي كانت يعني تسعى لماذا؟ وركزوا في هذه النقطة لأننا سنحتاجها بعد قليل. يعني كان الهدف على الصعيد نستطيع أن نقول النسوي مجرد مساواة مع الرجل، كل ما نريد هو أن نتساوى بهذا الرجل. هذه كانت البداية وهذه كانت الخطوة الأولى. طيب، هنا لدينا نقطة أيضا مهمة جدا. هذه الفكرة التي هي في مراحلها الأولى وكما قلنا في القرن العشرين التي كانت تسعى للمساواة، لماذا أو بماذا كانت تبرر أو لا ليست تبرر، ولكن ما السبب في وجود عدم مساواة بين الرجل والمرأة؟ يعني كفكرة قائمة تريد أن تحلل، تريد أن تجعل أسباباً معينة هي المسبب وراء ظهور هذه التفرقة أو هذا التمييز كما يقولون بين الرجل والمرأة. فما هي الأسباب؟ فهنا كانت تقول أو الحركة النسوية في القرن أو في بدايات القرن العشرين كانت تقول أن السبب في وجود هذه التفرقة النشأة الاجتماعية أو التنشئة الاجتماعية أو الصورة النمطية للمرأة داخل المجتمعات. فهي كانت تقول بأن المرأة ليست مساوية بالرجل، وأن هناك اضطهاد واقع على المرأة، وأن هناك تمييز، وسبب هذا التمييز هو الصورة النمطية أو التنشئة المجتمعية للمرأة منذ البداية. فكانت تجعل التنشئة والأدوار النمطية هي السبب في الواقع الآيل إلى التمييز والاضطهاد للمرأة وعدم المساواة في الحقوق. طيب، بعد هذه المرحلة أتى التنظير الماركسي، فكان هناك تأثر كبير جدا أيضا، فاختلف تشخيص الداء أو تشخيص السبب في اضطهاد المرأة بين النسوية الليبرالية والنسوية الماركسية. فالنسوية الماركسية ترى بأن تشخيص الداء أو السبب وراء اضطهاد المرأة والتمييز الواقع عليها في نظام الرأسمالي، وأن الأمر يمكن أن يعني الحل يمكن أن يكون بإسقاط الرأسمالية وب يعني وضع تسهيلات للملكية الجمعية كما يقولون. فهم يرون مثلا أن من أهم، طبعا نحن الآن نتحدث عن شنو، عن النسوية الماركسية، قلنا بأن هذا من الأطوار التي مرت بها النسوية. أن النسوية الماركسية ترى بأن السبب هو وجود الرأسمالية، وهو سبب اضطهاد المرأة، كون أنها لا تأخذ حقوقها الاقتصادية كما يجب، لا تأخذ نستطيع أن نقول فرصتها في الوظائف الاقتصادية كما يجب. فبناء عليه الحل يكون بإسقاط الرأسمالية وبإسقاط الأسرة في ذاتها واستبدال الأسرة بالمحاضن التربوية الجماعية. بعد ذلك ظهرت إلينا النسوية الاشتراكية التي ترى أن الاضطهاد نتيجة النظام البطريركي والنظام الرأسمالي. هنا جت النسوية الاشتراكية بعد نقدر نقول المرحلة الثالثة أو الرافد الثالث اللي غير من القوام أو غير من الفلسفة أو غير من الأطر أو من التأصيلات الفكرية النسوية، إنهم شافوا إن السبب النظام البطريركي. رح نتكلم على إيش هو نظام البطريركي وما المقصود به وما إلى ذلك، ولكن الآن نتجاوزه. بعد ذلك دخلت النسوية في منتصف القرن الماضي، منتصف القرن العشرين، في مرحلة مختلفة، ويمكن أن نقول بأن هذه المرحلة الرابعة. هذه المرحلة تسمى مرحلة سيمون دو بوفوار. هذه سيمون هي فيلسوفة وكاتبة، وكانت يعني
طبعا هي فرنسية عاشت الثورة، ولا أقصد أنها عاشت الثورة الأولى، ولكن عاشت الحرب العالمية، وكان يعني لهذه الحرب آثار عليها، آثار نفسية وما إلى ذلك. ونشأت في أسرة نستطيع أن نقول برجوازية، فكانت طفلة مدللة لوالديها، وكانت تحظى يعني برعاية جيدة جدا. غير أن سيمون بمجرد أنها كبرت كان لديها عقدة من أنوثتها، فكانت ترى بأن الأنوثة غباء، وأن الأنوثة تفاهة، وأن الأنوثة اهتمام بالهوامش، وأن العقل والسلطة هي من أوصاف الذكورة أو الرجل. فبناء على هذا هي كانت تضع نصب أعينها هدفا، وهي أنها تريد أن تكون رجلا. وهنا نريد أن نتوقف. لو نعود قليلا، قلنا في البداية بأن النسوية في القرن أو في نهاية القرن 19 بداية القرن العشرين، ما الهدف كان؟ المساواة، المساواة بين الرجل. أنا امرأة وأنت رجل، والهدف أن نتساوى في الحقوق الاقتصادية والسياسية والحقوقية. اليوم في مرحلة سيمون دو بوفوار التي كانت في منتصف القرن الماضي، يعني هي مثلا كتابها، عندها كتاب مهم هلوة ويعتبر كتاب أم في الفكر النسوي، اسمه الجنس الثاني أو الجنس الآخر باختلاف المترجمين اللي ترجموا الكتاب. فهذا الكتاب يعني كان في 1949، يعني ما نتكلموش على فترة زمنية طويلة هلبة، ولكن فترة زمنية تعتبر قريبة نوعا ما. فكانت سيمون هدفها إنها تريد أن تصبح رجلا. كيف يمكن للمرأة أن تتجرد من أنوثتها وتكون رجلا؟ فهي كان عندها هدف، كان عندها إعجاب بشخصية الرجل في ذاته، بتركيبة الرجل، طريقة الرجل في التعاطي مع الحياة، دور الرجل في الحياة، طريقة عمل الرجل. فهي كانت تراه قدوة وتراه هدفا، وتريد أن تخرج المرأة من الأنوثة ومن واقعها البيولوجي إلى رجلا، فكان هو الهدف. فأريدكم أن تروا معي كيف يعني كيف مررنا بهذه التغيرات الفكرية. فكانت مثلا في كتابها الجنس الآخر أو الجنس الثاني، كما قلنا على اختلاف المترجمين، كانت تذم الأمومة بشكل كبير جدا، وهذا نجده واضح يعني إلى اليوم في الفكر النسوي. هناك ذم للأمومة في ذاتها، هي الأمومة في ذاتها شيء غير مقبول، هي الأم في ذاتها محاربة. في المقابل، في نقطة مهمة هلبة، إن سيمون دو بوفوار في وقتها ما كانش في إقبال عليها، يعني في وقتها ما كانتش تعتبر رمز، ولا كانت تعتبر قدوة، ولا كانت تعتبر أستاذة. علاش؟ لأنها كانت فرنسا كيف طالعة من حرب، وكان يعني حث النساء على التخلص أو التخلي من الأمومة وكره هذا الشيء ليس في مصلحة الدولة وليس في مصلحة السلطة، لأن فرنسا كانت تحتاج نمو ديموغرافي، كانت تحتاج إلى أطفال أكثر. فلم يكن هناك يعني لم يسمع صوتها بالشكل الكافي، ولم تحدث تغييرا في هذا الجانب بالشكل الكبير. طيب، بعد ذلك في هذا الكتاب وضعت بعض الأصول والقواعد التي تعتبر إلى يومنا هذا من أهم الأصول والقواعد التي يبنى أو التي تتبناها الأفكار والحركات النسوية في مختلف بقاع الأرض. من أهم المقولات أو من أهم القواعد التي وضعتها سيمون دو بوفوار: لا نولد امرأة ولكن نصير امرأة. هذه مقولة مشهورة جدا، وأعتقد يعني الشهر الماضي كان في كلام يعني ظهر على هذه المقولة: لا نولد امرأة ولكن نصير امرأة، في محاولة منها إلى بيان أن المرأة لا تولد امرأة، لا تولد امرأة منذ البداية، وأنها ليست هي امرأة كما هو الواقع البيولوجي للمرأة، ولكن التنشئة المجتمعية تجعل منها امرأة. فالمرأة هي هوية ثقافية وليست يعني، هو والله كلام مضحك يعني احيانا الانسان يعجز حتى عن كيف يمكن بيانه. فهذه هي الفكره، انها مجرد المراه مجرد فكره تربويه ثقافيه وتنشئه مجتمعيه، ولكن نحن
لا نولد امرأة ولكن نصير امرأة لأن المجتمع واللغة والتربية والتنشئة جعلتنا كذلك. الأمر الآخر أو النقطة الأخرى أو القاعدة الأخرى التي وضعتها سيمون دو بوفوار، وهي على المرأة أن تكون مثل الرجل، هوس المساواة، بأن تتبع أو تتبنى طريقة الرجل في الحياة في كل شيء. فمثلا نجد هنا نقطة توقف عليها الشيخ عصام المراكشي، أنها كانت تقول بما معناه، يعني أنا لم أكتب النص بذاته ولكن بما معناه، أن الرجل في نظر سيمون دو بوفوار إذا كان يتمتع بالذكاء الكافي وبالسلطة الكافية وأيضا بالثقافة الكافية وأنه يحترم وجودها فهي ستطيعه. هذا يعني الكلام لا نجده اليوم أبدا في أي حركة نسوية. بعد هيك ننتقل لمرحلة ثانية وهي تلميذات سيمون دو بوفوار. تلميذات سيمون دو بوفوار عندما نشطن وظهرن وكبرن أصبحنا يعطينا تقريرات إضافية للفكر النسوي، فكان من ضمن هذه التقريرات لا فرق بيولوجي بين الرجل والمرأة. سيمون قبل سنوات كانت تقول أريد أن أصبح رجلاً. كانت سيمون قبل سنوات ماذا تقول من التقريرات المهمة التي وضعتها على المرأة؟ أن تكون رجلاً. اليوم يصبح الأمر مختلف، وتلميذات سيمون دو بوفوار يقولون لا فرق بيولوجي بين الرجل والمرأة، فنحن من مساواة بين الرجل والمرأة إلى الرغبة في التخلي عن الأنوثة والاقتداء بالذكورة إلى لا فرق بيولوجي بين الرجل والمرأة. والحاجة الأخرى أن الرجل سجان يجب التحرر منه، وهذا نلقوه واضح هلبة في النبرة العربية النسوية العربية، هذه النبرة واضحة هلبة أن الرجل سجان ويجب التحرر منه، فبناء على هيك احنا مستعدين نوقف ضد أي شيء يجعل من الرجل لديه قوامة، لديه رعاية، لديه سلطة على أي شيء، فرجل السجان ويجب التحرر منه. وهذا سبحان الله توا بنشوفه أثاره السيء جدا على المجتمع، إن الأب يجب أن نتحرر من سلطته كبنات، الزوج يجب أن نتحرر من قوامته كزوجة، بعد ذلك يعني نجد الأمر يمشي إلى أن الطفل عليه أن يتحرر من سلطة الأبوين، أن التلميذ عليه أن يتحرر من سلطة المعلم، فيصبح هكذا يعني مجتمع سائل هلامي لا ندري من فيه يلزم من ولا شيء، يعني الحكاية كلها هيك ماشية، كل حد يدير ما في راسه وخلاص، الأطفال ما عادش يسمعوا كلام أهلهم، مش مفروض يسمعوا كلامه، وللأسف يعني هذه المدارس الفلسفية الآن أصبحت يتبنى حتى بعض التربويين الليبيين وبعض التربويين اللي احنا ممكن نقول عليهم اسلاميين فعلا. فهذه يعني موضوع مهم هلبة، ان انا لما نتبنى منهجيه، بنطلع تو احنا شيء على الكتاب لكن حسها نقطه مهمه، لما نتبنى منهجيه تربويه بنتعامل بها مع اطفالي لازم نعرف هذه المنهجيه مبنيه على اي فلسفه. فانا لما نجي لي منهجيه مبنيه على عدم الزام الطفل بشيء وعدم إخضاع الطفل لسلطة الأبوين، فأنا هنا يراه قدام شني، قدام فلسفة نسوية لديها هدف واضح تريد أن تصل إليه. فما نجيش أنا نتبنى هذه الفكرة مع أطفالي وأنا نبي أطفالي يكونوا مسلمين حاملين الهوية الإسلامية. فهذه نقطة يعني جدا مهمة، وحتى على عدد يعني من الأصعدة زي ما قلنا، مثلا عدد من المدارس الدولية الآن تتبع هذه الطرق في أن الطفل غير ملزم. لا، أنا يعني صح الطفل لديه وقت للعب، لديه وقت للحركة، ولكن الطفل يعني من هو عمره صغير يجب أن يعرف بأن هناك شيء اسمه صبر، وأن هذا العلم شيء يجب أخذه، وأن هذا العلم ليس يسيرا وعلينا أن نصبر حتى نتعلم. يعني نحن لا نريد، يعني هذا والله مش عارفة نحس أفكار كل مرة تأخذني، يعني بعد هيك إحنا بيطلع عندنا إنسان هش، بعد هيك هو أحد أتكلم الشيخ بارك الله فيه عصام المراكشي عليه الأطفال الأبديين، يعني هذه المنهجيات التربوية لا تخرج لنا رجالا فضلا على أن تخرج لنا نساء سويات أصلا.
فبيقعدوا عندنا أطفال أبديين، إنسان غير ملزم، الأستاذ ما عادش تلزم الطفل، الطفل ما يعرفش قيمة العلم، أصلاً شن هو العلم؟ أن العلم ثقيل، وأن العلم يحتاج صبر، وأن العلم يحتاج مجاهدة، أصلاً لماذا نتعلم؟ فكل شيء، كل شيء يصبح مفكك، وكل شيء يصبح سائل. طيب، نصل لمرحلة بعد ذلك، وهي مرحلة ما بعد تلميذات سيمون دو بوفوار. هذه المرحلة حصلت في 68. بعض المؤرخين قالوا إن نقدر نقول المرحلة هذه امتدت نهاية الستينات وبداية السبعينات وحتى الثمانينيات. هذه المرحلة طبعا حصلت في فرنسا، كان هناك يعني نضالات وحركات طلابية واجتماعية ضخمة، وتعتبر هذه الحركة أو هذه المرحلة هي المرحلة الثالثة لظاهرة نقد الدين والتفكك من الدين. احنا قلنا ان في الثورة الفرنسية، تفضلي، ان في الثورة الفرنسية كان في نقد للدين ومحاولة الخروج عنه ومحاولة نقده. المرحلة هذه اللي كانت في نهاية الستينات وبداية السبعينات كان هي المرحلة الثالثة اللي مرت بها فرنسا في ظاهرة نقد الدين وموجة الإلحاد الجديد بالنسبة لديهم. الذي قدم في تلك المرحلة هي مزيد من الفلسفة التفكيكية. شن يعني الفلسفة التفكيكية؟ الفلسفة التفكيكية إن هي المجتمع الأوروبي كان في الخمسينات، الأربعينات، الستينيات ما زال عنده بعض القيم اللي قاعد متمسك بها. فلما جت 68 وبعدها في السبعينيات تم القضاء على كل القيم وكل المبادئ وكل الأهداف، فكان في ثورة عن كل شيء صلب نقدر نقول، أو كل شيء ثابت، أو كل شيء محكم. ففي يعني نقدر نقوله صار تمرد على كل المفاهيم، ومن ضمنها طبعا الدين، لأن الدين يعتبر شيء له قدسية. من ضمن المفاهيم اللي كانت في محاولة لتفكيكها بشكل كبير اللي هي مفهوم السلطة اللي تكلمنا عليه قبل شوية، اللي قال إلى شني؟ إلى سلطة زي ما قلنا الرجل أو الأب على أبنائه تعتبر مرفوضة، سلطة الأستاذ على التلميذ تعتبر مرفوضة. فكل مفهوم للسلطة أو كل قيمة فيها السلطة تم تفكيكها وتم استبعادها. استبعادها بماذا؟ بالمساواة المطلقة. طيب، بعد هيك ندخل في المرحلة نقدر نقوله الأخيرة. هذه المرحلة بماذا تميزت؟ هذه المرحلة تميزت بظهور حركة سمت نفسها حركة تحرير النساء، ترمز لنفسها بـ MLF. كانت أهداف هذه الحركة أو نقدر نقول إحنا القواعد اللي مشت بيهم أن الهدف الابتعاد عن الرجل كون أن الرجل عدو. فإحنا ما عادش الهدف المساواة، ولا الهدف الاقتداء بالرجل، ولا الهدف أن نبين لا فرق بيني وبين بيولوجيين، ولا الهدف مجرد التساوي به، ولكن الهدف أن هذا عدو، وتم التنظير للعداء للذكورة أو الرجولة بشكل عام. فكل شيء يرتبط بمفهوم الذكورة ومفهوم الرجولة يعتبر شيء شائن وشيء منفر، وأن العداء لهذا وأن العداء للرجل هو الهدف. طيب، كيف يكون هذا؟ يكون هذا باستغناء المرأة عن الرجل بشكل عام، وهذا يعني يتم ترويج له الآن بشكل كبير هلبة، إن نعيش يعني المرأة تعيش في كوكب لوحدها، نساء يعيشون في جزيرة لوحدهن، أن الحياة أو أن الكوكب الأرض في النهاية بيكون كل نساء ورجال بيختفوا بينقرضوا وما إلى ذلك، يعني من هذه الهرطقات التي نراها اليوم. فهدفها استغناء المرأة بشكل عام عن الرجل. بايشن داروا تحديداً، أو ما هي الخطوات التي اتخذوها في سبيل التأصيل لفكرتهم هذه التي فيها عداء للرجل، ثم ماذا؟ ثم استغناء عن الرجل. اللي داروه هو ظهور، أو كانت هناك فيلسوفة يعني عندهم أو مفكرة اسمها جوديث. جوديث هذه هي من أخرجت ما يسمى الآن بالجندر أو بنظرية النوع.
نظرية النوع أو الجندر التي لا تفرق أو التي تقول بأن النوع شيء والجنس شيء والتوجه شيء آخر، فهي تجعل من الإنسان ثلاث مكونات، أن جنسه يعني الشيء البيولوجي في الإنسان هل هو بيولوجيا رجل أو امرأة، أما النوع فهي الهوية الثقافية زي ما قلنا قبل شوية، هذه طبعا واخذتها من سيمون دو بوفوار، إن سيمون قالت لا نولد امرأة وإنما نصير امرأة، فهي تقول بأن امرأة ورجل هي هوية ثقافية لغوية فقط وليست هي شيء أصيل، فالنوع هو الشيء الثقافي، يعني هل أنا أريد أن أقول عن نفسي امرأة أو رجل، وبناء على ذلك أتفاعل في المجتمع بناء على ما أرى من نفسي. فقلنا بأن هذه جوديث أخرجت نظرية الجندر التي تنقسم إلى أو تقسم الإنسان إلى ثلاثة أشياء، نوع وجنس وتوجه. فالجنس الشيء البيولوجي في الإنسان، النوع الهوية الثقافية رجل أو امرأة، والتوجه هو الميولات الجنسية لهذا المكون الهلامي الذي صنعته. بعد هيك من ناحية أو نظرة تحليلية للواقع اللي قاعد يصير، نجد أن الحركات النسوية بشكل عام أصبح لديها تشتت في المطالب، أصبح لديها كما قلنا سقوط أو ذبول أو انهيار، فالأمر لم يعد كما كان في السابق. أيضا من الأشياء اللي الآن تعاني منها النسوية هي موضوع التكاثف أو التحالف مع النظام الرأسمالي العالمي، فيتم محاولة استفاد أو محاولة التمكين للرأسمالية بشكل أكبر عن طريق النسوية. فنجد يعني أي باحث الآن في هذا المجال يجد أن هناك ارتباط كبير جدا بين النسوية وبين الرأسمالية. طبعا هذا أو هنا النسوية أصبحت اليوم تقف أو تنصب محاكم تفتيش لمختلف جوانب أو لمختلف المؤسسات اللي موجودة في المجتمع، على صعيد المهنة، على صعيد التعليم، على صعيد الفن، على صعيد الأدب. فمثلا نجد بأن الكتب التي تؤلف والتي مثلا يكون فيها كلام ليس فيه تمجيدا للنسوية وليس فيه إقصاء للرجل بشكل عام، يتم تصنيفه على أن شيء غير حضاري، غير عصري، غير يعني لا يستحق حتى النشر ولا الطباعة. أيضا الفن على صعيد يعني حتى أحيانا يتم مراجعة بعض المؤلفات التي تعتبر قديمة وثراثية ويتم إظهارها بشكلها الجديد الذي يخضع للنسوية، فكأنها كما قلنا تمركز حول الأنثى، تمجيد للأنثى، واليوم يعني يصبح الأمر وكأن جعل الأنثى أو الأنثوية إلها يلفون حوله. فكل ما هو لديه يعني حتى يعني مش مجرد معاداة للنسوية ولكن عدم مناصرة وبيان لمكانة الرجل وما إلى ذلك يتم إقصاءه واعتباره شيء غير صحيح. طيب هنا في وقفة يعني نستطيع أن نقول في كل هذه الشوشرة اللي كنا نتكلم عليها قبل، أين حقوق المرأة الحقيقية؟ لو جبنا نموذج أي امرأة هناك مثلا في أوروبا، لن نتحدث عن مجتمعاتنا هنا، عاشت كل هذه التفاصيل وكل هذه المراحل، أين حقوق المرأة؟ هل هي سعيدة؟ هل هي راضية؟ هل هي الآن ممكنة؟ هذا يعني السؤال يبقى هكذا، يعني في كل مرحلة نقف فيها يجب أن نسأل أين حقوق المرأة الحقيقية؟ هل هي إنسان مكرم؟ طيب الآن سنتحدث عن لفظ ذكرته قبل قليل وهو لفظ البطريركية أو البطريركي أو النظام البطريركي. علاش بنتكلم عليه؟ لأن النسوية المعاصرة تتبنى هذا السبب كمسبب وراء التمييز والاضطهاد ضد المرأة. قلنا بأن مثلا النسوية الاشتراكية تبنت هذا السبب كونه أحد المسببات لوجود المرأة في ضعف وامتهان واضطهاد، ولكن اليوم أيضا نجد أن النظام البطريركي يعتبر أحد الأمور التي تتبناها النسوية المعاصرة
في أنها سببا وراء اضطهاد المرأة. طيب على ماذا يقوم في العموم أو بشكل مبسط؟ أن الرجل هو المسؤول الأول عن وضعية المرأة طيلة القرون الماضية، يعني كل القرون التي عاشتها البشرية، من طبعا يعني لما نقول هيك يعني من قبل الثورة الفرنسية، كل القرون تلك السحيقة التي عاشتها المرأة بأدوار نمطية، يعتبر الرجل هو المسؤول عنها. فالنظام البطريركي هو المسؤول عن هذه الصراعات التي عاشتها المرأة، هذا الاضطهاد، هذا التمييز اللي وقع عليها، هذا الضعف اللي مرت به، هو المسؤول الأول، كون إن هو المتحكم في موضوع الزواج، هو المتحكم في موضوع يعني طبعا هي البطريركي تأتي من الأبوة أو من لفظ الأب، أو دور الأب بشكل عام، فكون إنه هو المسؤول أو هو له القوامة أو هو له الرعاية أو هو له الحماية، فكل هذه الألفاظ يعتبرونها هي من أهم المسببات. طبعا في شوية تفصيل نحاول نجتازه. الأمر الآخر، لابد للمرأة أن تتخلص من الأمومة التي تضعفها. أيضا طبعا هذه من إحدى تقريرات سيمون دوبوفوار، وهي الآن زي ما قلنا يحاولوا أن هم يعيدوها أيضا في النسوية المعاصرة، ويتم الترويج لها وإعادة تدوير هذه الفكرة. لابد، النقطة الثالثة، لابد من الخلاص من سلطة الرجل يساوي ضرورة تخلي الرجل عن كل ما يميزه عن المرأة. واحنا هنا جينا لنقطة نبي نتوقفوا عندها شوية، لأن زي ما قلنا احنا نتكلم اليوم أو توا في مرحلة النسوية المعاصرة. النسوية المعاصرة تكلمنا هلبة على أثارها على المرأة، لكن ما تكلمناش على أثارها عن الرجل. انتشار فكر وحركة بهذا الحجم وبهذه المدة ولا بد أنها سيكون لها آثار جانبية مؤثرة على الرجل أيضا. عندما يتم إقصاء الرجل من دوره النمطي الطبيعي الذي كلفه الله سبحانه وتعالى به الفطري، يعني حتى بخلاف أو بعدم الحديث عن الدين، ولكن الفطري الذي يعني حتى نجده موجود في الحيوانات، أن الحيوان الأسد مثلا يحمي أنثاه ويحمي أطفاله ويجلب لهم الفريسة، وإذا هاجمهم حيوان آخر يكون هو المدافع، يعني هذه الوظيفة الدفاعية الفطرية الموجودة في الرجل. اليوم أو النسوية المعاصرة تحاول أن تعطل كل هذه الأمور الفطرية النفسية الموجودة في الرجل، فهذا يسبب خللاً وظيفياً ونفسياً أيضاً للرجال المعاصرين. من أهم هذا الخلل أن الرجل لا يشعر بالإنجاز، يعني المرأة تشعر بالإنجاز عندما يكون أطفالها في رعاية جيدة، عندما تهتم بهم كما تحب، تشعر بأنها فعلت دورها الأول والآن يمكن أن أنتقل لدوري الآخر. يعني لا يوجد امرأة سوية ترى أطفالها مثلاً جائعين أو متسخين أو هم بحاجة لها وهي تقوم بدور ثانوي وتترك دورها الأول وتقول لا أنا هكذا أشعر بالإنجاز. هذه ليست امرأة متصالحة مع ذاتها، هذه ليست امرأة سوية. الرجل إذا أراد أن يشعر بنفسه ويحقق ذاته فهو يحتاج أن يشعر بالإنجاز المجتمعي في حمايته لأسرته، في تحصيل احتياجات أسرته، في ظل أنه ما حصلش أو لم يقم بهذا الدور أو لم يحقق هذا الدور، فهو عنده هنا أثار نفسية وفطرية سيئة جدا على الرجل. طيب هل الأثار تبقى فقط على الرجل أم أنها تصل للمرأة؟ للأسف تصل للمرأة، لأن الرجل مع مرور الأجيال ومع مرور الأوقات راح يتخلى عن المسؤولية. التربية اليوم للأم، بينما نجدها شرعا بأن المسؤول الأول عنها هو الأب. تحصيل المال اليوم للأسرة أصبح يعني في بعض الأسر فعلا الأم هي التي تقوم على تحصيل المال وعلى كفاية الأسرة. يعني حتى نجد خصوصا في الأجيال الجديدة مثلا الأعمار الصغيرة، نقدر نقول احنا جيل التسعينات، هلبة نساء يشكو من إن الزوج راقد في الحوش ما يدرش في شيء، المرأة هي اللي تخدم
وهي اللي تنظف الحوش وهي اللي تربي الأطفال وهي اللي تدير في كل شيء. فهو أصلاً يعني هذا تعطيل المهام أو تعطيل الوظيفة المجتمعية والأسرية الطبيعية للرجل من الأمور التي كانت سيئة جداً في النسوية المعاصرة. نعم. من ان الواحد ما يشوفش الحقوق والواجبات. لما الانسان ما يحطش في باله راهو انا مسلم قبل ما انا زوج او زوجه، فانا هذا الشخص اللي قدامي بنعامله على اني انا في بيني وبينه الله سبحانه وتعالى، وفي يوم اخر وفي يوم حساب، وفي حقوق وفي واجبات نتفاهموا فيها يعني كما بينها لنا الفقهاء. ففي حاله ان كل احد يحاول ان يتخلى عن واجباته ويطالب بقدر أكبر من حقوقه، إحنا راح تصبح مؤسسة الأسرة التي هي أساساً للسكن والطمأنينة مؤسسة مليئة بالصراعات التي لا تنتهي، وهذا الذي نشاهده اليوم. أيضاً من الأشياء التي تتبناها النسوية بشكل النسوية المعاصرة بشكل واضح جداً اليوم ما يسمونه بشيطنة كل مفاهيم الذكورة. يعني لما نتكلم عليه السلطة، الالتزام، الاحترام، القوة، الحماية، الدفاع، كل هذه تعتبر مفاهيم ذكورية فيها قوة، فيها إخضاع، فيها انتصار، الصبر مثلا. كل هذه المفاهيم التي تحتاج لجهد نفسي أو لطاقة نفسية تعتبر مفاهيم ذكورة، ويتم إقصائها، يتم استبدالها بمفاهيم أكثر أنوثة، ويحاولون الترويج لها ويحاولون أن يجعلونها هي القيم أو هي الأفضل أو هي الأصلح. زي شني مثلا موضوع أو مثل مفاهيم الحب، المشاعر، العاطفة، اللين، التضامن، التسامح، المواساة، التكافل. فكل هذه المفاهيم التي تعطي الشعور بالراحة، بالهدوء، بالسكينة، بعيدا عن الإجهاد النفسي أو بعيدا عن إن الإنسان يحمل نفسه على ما لا أو على ما يحتاج للكد والاجتهاد يتم إقصاءه. هذا ينتج عنه تأنيث المجتمع. تقول أحدى المفكرات أو المنظرات للنسوية المعاصرة واسمها إليزابيث، تقول: لقد فكك حلم المساواة الذكورة التقليدية وقضى على هيبتها، وترجم ذلك بنبذ قيم الذكورة وجعل قيم الأنوثة هي المثل الأعلى. فإحنا مثلا ديما نلقوا السلم مقابل الحرب، مثلا ما نعرفش كيف ممكن نقول، بس كل المفاهيم اللي فيها قوة الآن تعتبر مفاهيم مستهجنة، مفاهيم أو ألفاظ ما تتكلميش فيها أو ما تقوليش عليها، حتى لو إن هي الكلام عليها في العموم مش كله سيء، يعني هي مفاهيم تستخدم بالإيجاب وتستخدم بالسلب، ولكن حتى هذا الجانب الإيجابي الذي يمكن استخدامه من قبل أو بقبل هذه المفاهيم يتم استبعاده واستنكاره. فمثلا نجد أن مثلا عبد الوهاب المسيري رحمه الله أيضا، وعليكم السلام ورحمة الله، عندما ترجم للنسوية قال هي تمركز حول الأنثى، تمركز حول الأنثى، وكما قلنا هذا ما قال إليه الحال اليوم، هو تمركز كامل وشامل حول الأنثى وفي دائرة الأنثى. وكما قلنا بإذن الله سيكون هناك كلام وبيان عن آثار هذا بشكل دقيق أكثر على المرأة والرجل والأسرة والمجتمع وعلى الصعيد المهني وأيضا التعليمي. هذا والله تعالى أعلم وأحكم. بإذن الله تكون لنا لقاءات أخرى نتحدث فيها ونتناقش حولها.